انا دكتور اغنمون، بحكم انني كان عارفك، عارفه باللي انت من الناس اللي عانوا بالسمنه، وكان عندك نعم، كميات يعني فقدت كيلوات 17 كيلو. 17 أنا كيلو. نعم كنظن احسن طريقه اللي غادي تقدري توجهيها، والاحسن ميساج تقدري توجهيه للمشاهدين، هو انطلاقا من التجربه الشخصيه ديالك. نعم هي التجربة الشخصية ديالي كتعاوني أنني كنفهم المريض ولا المريضة اللي قدامي. زيادة في الوزن خاصنا نعرفوها، وأنا أوتونك طبيبة فهمت أن راه ما يمكنش ليا انني راه ماشي مساله ديال العزيمه بوحدها، حيت كاينين الناس اللي كيعانيو من السمنه وكنقول لهم انت راه ما عندكش العزيمه باش تفقد الوزن، الوغ كوصنا نعرفوا ان المساله ماشي بسيطه لهذه الدرجه. اننا نقولوا راه مساله ديال العزيمه، كاينين اضطرابات هرمونيه اللي كتكون في الجسم هي اللي كتخلي داك السيد او داك السيده ياكل بكميه كثيره، ولا ما يقدرش يتحكم في الماكله ديالو، في الاراده ديالو في الماكله، ما كيقدرش يفقد الوزن بطريقه اللي هي سهله. كاينين الناس اللي غتسمعهم كيقول لك انا راه ما كناكلش كميات كثيره وما كنقدرش نفقد الوزن. يعني هنا ماشي مساله ديال العزيمه، هي مساله هرمونيه، هو مرض خصو يتعالج بطريقه غذائيه صحيحه. سؤال كيبان لي مهم.